تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب 151 طلب إحاطة موجهة إلى وزراء التنمية المحلية والتعليم والثقافة، فيما تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب مشروع قانون دار الإفتاء المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. كما يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة العامة. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا جيرمين إبراهيم مراسلة أون لايف. أهلا بك جيرمين. يعني 151 طلب إحاطة لوزراء التنمية المحلية والتعليم والثقافة، تفاصيل هذه الطلبات وأهم القضايا المتعلقة بها. أرحب بك شيماء. إلى جانب ما ذكرتي عن هذه الطلبات وعن أعمال اللجان المختلفة في مجلس النواب، دعيني في البداية أن يعني أنقل لك أهم الاجتماعات التي تشهدها أو يشهدها مجلس النواب اليوم. فهناك حضور لوزير المالية ووزير التخطيط في الجلسة العامة من أجل إلقاء البيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموازنة العام المالي الجديد 2017 و2018. أيضا لجنة الخطة والموازنة ستقوم بمناقشة تقريرها المبدئية عن حسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2015-2016، وذلك بحضور وزير المالية دكتور عمرو الجرحي وأيضا مسؤولين عن الجهاز المركزي للمحاسبات. أما ما يخص لجنة الشؤون الدينية والأوقاف على تعديل قانون هيئة الأوقاف، سيتم إعادة صياغة أحد هذه المواد أو يتم إعادة صياغتها بحضور يعني ممثلين الوزارات المالية والعدل والأوقاف ودار الإفتاء. يمكن هذه المادة اللي كانت بتنص على أنه يسد عجز رواتب العاملين بالهيئة من رصيد 10% احتياطي تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف ووزير الأوقاف، واقترح أحد النواب أن يتم إضافة مادة أو إضافة جملة إذا اقتضى الأمر لذلك. أيضا يعني هناك اجتماع في الجلسة العامة ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من أحد الأعضاء الخاص بانتشار وتراكم القمامة في مدينة الأسكندرية، خاصة أنه كان من المفترض العام الماضي أن يتم طرح المناقصة الخاصة بإزالة هذه القمامة، وحتى الآن لم يتم طرحها بالتنسيق مع وزارة البيئة. يعني ربما كانت هذه أبرز الأخبار المتعلقة بطلبات الإحاطة المقدمة في مجلس النواب وأيضا عمل اللجان المختلفة. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. طيب جيرمين، ما الأخير والجديد لطبعا مجلس النواب حول مشروع قانون منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين طبعا بقانون الخدمة العامة؟ يعني من المرجح اليوم ان يتم حسم هذا الامر الخاص بهذه العلاوه. ايضا يعني ائتلاف دعم مصر هو صاحب الاغلبيه في مجلس النواب، اليوم سيعقد اجتماعا داخل المجلس لحسم يعني قراره بشان هذا الموضوع الخاص بالعلاوه، من ثم يعني من المرجح ان يتم اليوم حسم هذا الامر او تاجيله الى جلسه اخرى بعد اتفاق كل الاطراف فيما يخص هذا القانون. نعم. هذا مشروع القانون. إذا شكرا جزيلا لك مراسلة أون لايف جيرمين إبراهيم، كنت معنا من محيط مجلس النواب، شكرا لك.